ريفليكشنز بقى في الالترا ساوند زي ما كنت بتكلم هي معتمده تماما على قيم الاكوستيك امبيدنس او على الاكوستيك امبيدنس ميس ماتش عند الانترفيس. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لو ببعت الترا ساوند كويس في الدايركشن ده كده وعندي انترفيس بين تو ميديا، واحد الاكوستيك امبيدنس بتاعته زي 1 والتاني زي 2، اللي بيحصل ان بيبقى في عندي ريفليكشن كوفيشن كده، يعني في جزء اللي بيبقى ريفلكتد ده هو معتمد على الفرق بين الاثنين اكوستيك امبيدنسز على مجموعهم. فببص كده لو انا بصيت على الرسمه بتاعتنا دي، لو انا عندي الفرق بين الاثنين دول كبير اوكي، يبقى معنى كده الكلام ده في الاخر ممكن يند اب ان هو يبقى ايه اولموست بيساوي واحد. اوكي لو ده كبير قوي، لو دي مثلا زي 1 دي صغيره قوي مثلا، يبقى معنى كده زي 1 زي 2 زي 1 هي تقريبا زي 2، ويبقى زي 2 زائد زي 1 هي تقريبا برضه زي 2، فيبقى معنى كده الريفليكشن كوفيشن ده يبقى اولموست بيساوي واحد. فمعنى كده يبقى كل الويف اللي انا بعتها هترجع لي تاني. طبعا دي حاجه مش كويسه، انا ممكن الناس تتخيل ان احنا لما يجي لنا ريفليكشن قوي يبقى معنى كده دي حاجه كويسه. اكشولي لا، لان احنا دي معناها ان انا الالترا ساوند ويف بتاعتي دي مش هتعدي بيوند الانترفيس ده. انا اكشولي عاوز ان انا طول ما انا ماشي كل ما اقابل انترفيس ارجع جزء من الويف واكمل بعد كده بقيه الويف عشان اجيب بيها ايه سيجنال في الدبثز اللي هي مختلفه، الدبثز اللي هي الاعلى. اوكي لو كل حاجه رجعت لي من عند الدبث ده يبقى معنى كده كل حاجه بعد كده هتبان لونها اسود، اللي مش هيجي لي منها اكوز خالص، لان مفيش اصلا ويف جات لها علشان تعمل ريفلكشن منها وترجع لي تعمل لي بعد كده ريجستريشن لايكو في الصوره بتاعتي. اوكي احنا بنتكلم هنا على الريفلكشن كوفيشن دوت، بنتكلم على العلاقه بين البريشر والبريشر، بريشر ريفلكتد على البريشر ايه انبوت اوكي انسيدنت. الكلام ده اكشوالي عمرنا في الالترا ساوند بنتكلم على بريشر ابدا، دايما بنتكلم على انتنسيتي. اوكي لان احنا عندنا في الالترا ساوند بيبقى جاي لنا حاجات من اماكن مختلفه، في الاخر يهمنا الباور اللي بتاعت الحاجه اللي راجعه اللي هي تعتبر في الاخر السكوير بتاع الايه بتاع البريشر، يعني حاجه تبقى مقابله للسكوير بتاع البريشر. اوكي ففي الاخر انا بتكلم على الار اي اللي هو الريفليكشن كوفيشن اللي هو بتاع الانتنسيتي، هو عباره عن ار اي سكويرد. يعني في الاخر ما بيهمنيش حتى الفرق بين ده وده، الفرق دوت لو كان بوزيتيف او نيجاتيف ما يفرقش. يعني لو كنت مثلا فرضا عندي هنا هواء وهنا سوفت تيشو او هنا هواء وهنا سوفت تيشو ما تفرقش، يعني اهم حاجه الديفرنس اللي بينهم ده تربيع بيساوي كام. عشان نتخيل بقى الكلام ده عباره عن ايه، لو تخيل الكلام ده يعني شكله عامل ازاي في الديفرنت انترفيسز اللي احنا بنشوفها، هنلاقي ان احنا عندنا لو عندنا ليفر وكيدني عاملين انترفيس بين ليفر وكيدني، هنلاقي الار اي بتاعتنا بتساوي 6 من 1000، لو كيدني وسبلين 3 من 1000، بلاد وكيدني 9 من 1000، لو ليفر وفات بيتكلم على 11 من 100، ليفر وبون بيتكلم على 60%. اوكي لو ليفر واير بيتكلم على 99.9 من 10، يعني حاجه يعني اولموست كل حاجه راجعه. اوكي فبنلاحظ ان احنا طبعا في الحاجات اللي فيها سوفت تيشو انترفيسز مع بعض هنلاقي عموما الانترفيسز دي في الاخر بترفلكت جزء صغير جدا، بس جزء صغير ده جدا على فكره نقدر نبني بيه صوره كويسه قوي. اوكي لما بتيجي بقى نخش على الجزء بتاع البون والجزء بتاع الاير بنلاقي ان فعلا الريفلكشن بيبقى فعلا ضخم جدا، 60% دي ضخمه جدا جدا. يعني لو انا عندي الانترفيس بتاع البون ده وهو داخل البون وهو خارج من البون انا خدت 60% كمان 60%، يبقى معنى كده في الاخر اللي بعد البون ده مش هيبقى ظاهر لي اي حاجه خالص. فعشان كده بيبقى في عندنا ليميتيشنز في الالترا ساوند ان احنا نصور حاجه فيها بون او فيها اير، نتيجه لان الالترا ساوند هتتوقف عند الانترفيس ده ويبقى اللي داخل منها بعد كده اللي هو ترانسميتد بارت بتاعها اللي هو عباره عن 1 ناقص ار اي او 1 ناقص ار اي لو اتكلم على الانتنسيتي، يعني ده بيبقى عباره عن حاجه صغيره جدا ريليتيف للحاجه اللي انا كنت بعتها. فطالما انا مدخل هنا حاجه صغيره يبقى معنى كده الحاجه اللي هتجيب لي الريفلكشنز هتجي لي من جوه هتبقى برده صغيره، مش هقدر ان انا استفيد بيها او هتكون صغيره زياده انها تكون في النويز رينج بحيث ان انا ما اقدرش ان انا اعمل لها كولكشن. اوكي طيب لما اجي اتكلم بقى على الريفلكشن ده بيبقى في انهي اتجاه، طبعا احنا لسه عندنا برده نفس الحاجات اللي كانت موجوده عندنا في الاوبتكس. لما انا بيبقى عندي الانسيدنس في زاويه معينه بزاويه ثيتا انسيدنس هيبقى الريفلكشن في زاويه ثيتا ريفلكتد، ولازم الزاويه بتاعه ثيتا انسيدنت تساوي الزاويه بتاعه ثيتا ريفلكتد. دي هتهمنا في حاجه مهمه قوي، ان احنا لما بيكون عندنا انترفيس بالمنظر ده كده هيفرق معانا احنا بنبص له منين. يعني لو انا ببعت من مكان وببص من مكان تاني اوكي هلاقي ان بيبقى يعني حسب انا ببص من يعني ببص من مكان ممكن ابشوف فيه الريفلكتد ويف دي، او في مكان تاني ممكن ما يكونش فيه اي حاجه جايه لي، لان الريفلكشن بتاعي هنا ده بيبقى انجل ديبندنت. اوكي يعني ايه انجل ديبندنت؟ يعني انا بعت له هنا
ويف في دايركشن معين هيطلع لي الريفلكشن في دايركشن معين برضو. لو انا غيرت الدايركشن ده هيتغير لي الدايركشن بتاع الريفلكتد راي. فطالما ان في تغيير مع الزاويه يبقى معنى كده بيبقى التصوير بتاعي ده بيبقى انجل ديبندنت. ده مهم جدا عشان واحنا بنصور في الالترا ساوند ممكن نميز الحاجات اللي جايه لي من ريفلكتورز بالمنظر ده كده او حاجات تانية زي ما هشوف بعد شويه صغيرين.